الله يمسيكم بالنور والسرور أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم أكيد في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. زي ما احنا متعودين هنبدأ بأهم عناوين حلقتنا لهذا اليوم، فإلى العناوين. في سيدتي اليوم، حبوب العضلات والأعصاب قنابل مؤقتة تهدد المجتمع، والقانون يجرم بيعها بدون وصفة طبية. مستشارة المظهر أفنان الزغبي تضع حلولا لحيرة الأمهات في أناقة البنات وتقرب وجهات النظر. بعد تحقيقها لجائزة ستيف الذهبية بنيويورك وتفوقها على 50 دولة، السعودية نهى اليوسف في ضيافة سيدتي. فكرة حلوى مشروع يدعم الأسر المنتجة ويوفر لهم المكان لعرض منتجاتهم. معرض ألوان شرقية يحط رحالة في تسامي جدة ويحمل إبداعات التشكيليات في المنطقة الشرقية. مشاهدينا، كانت هذه أهم عناوين حلقتنا لهذا اليوم اللي احنا نستعرضها أكيد بفقرات منوعة من الرياض جدة، لكن أذكركم أن تستمروا في التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر، وكمان متابعة فقراتنا على اليوتيوب، هذه في حالة إذا فاتتكم الحلقة. لكن الآن اسمحوا لي أني أمسي على زميلاتي في جدة إيمان وأسرار، يسعد لي مساكم. يا مساء الخير دلال، ويا مساء الخير عليكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامج سيرتي. حلقتنا كما عودناكم موضوعاتنا حلوة وجديدة ومنوعة، بس قبل ما نروح لموضوعاتنا خلوني أمسي على إيمان. يا هلا يا أسرار، ويا مساء الخير مشاهدينا الكل اللي بيتابعونا. واليوم بدأ معانا تغطية مهرجان دبي السينمائي، وعملنا أكيد من سيدتي تغطية ورح تكون معانا تغطية يومية، بس خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم من بعده. مرحبا لكل عشاق السينما العربية والعالمية، رح نكون معكم ضمن مهرجان دبي السينمائي بدورته 13 برسالة يومية رح تشوفوا فيها أهم التفاصيل الخاصة بالمهرجان. مثل كل سنة عودنا مهرجان دبي السينمائي على التألق، كمان عودنا على التطور، وهي السنة حب مهرجان دبي السينمائي أنه يكون في شيء جديد، مشان هيك زاد من عدد الأفلام المشاركة وحتى نوعها. من أفلام روائية لأفلام قصيرة وطويلة، منها 57 فيلم عالمي يعرض للمرة الأولى، و12 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط، و9 أفلام في عرض خليجي أول، وتنطلق الأفلام بأكثر من 44 لغة تتوزع بين مسابقات المهر الإماراتي والخليجي والعربي. صار لك سنة وتقول أنك تدور على الشغل. إضافة إلى برامج خارج المسابقة تتضمن أفلام بتقنية الواقع الافتراضي وأفلاما للأطفال وأخرى في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم. وسيشهد المهرجان 18 عرضا للافتتاح و16 عرضا خاصا وجلسات نقاش ولقاءات مميزة مع العديد من المواهب السينمائية المرشحة للفوز بجوائز الأوسكار على مدى 8 ليالي، احتفاء بأفضل الأعمال السينمائية. مرة أخرى هذا العام تتنافس مجموعة من الأفلام العربية على مسابقة المهر من خلال قائمة الأفلام المختارة والتي تؤكد على تمييز الإبداع السينمائي العربي الفني والمستقل. تتضمن الأفلام المشاركة في المسابقة أكثر من 62 فيلما كوميديا وداميا وعاطفيا من أفضل ما أنتجته السينما في الخليج والعالم العربي. ومن المقرر أن ينطلق المهرجان في 7 ديسمبر المقبل، وفيلم الافتتاح سيكون للآنسة سولون ويروي قصة جيسيكا شاستين التي تسعى للفوز مهما كان الثمن وحتى لو تعرض مهنتها للخطر، وذلك من خلال عضويتها في أحد اللجان الهادفة للتأثير بصناعات سياسية. يكشف الفيلم ألاعيب السياسة وكواليس واشنطن وكيف يجري الفوز بها من تصويره لمواجهة سيلون القوي الأكثر نفوذا في العاصمة الأمريكية. وكما جرت العادة سيصدر مهرجان دبي السينمائي الدولي دورته بأمسية ساحرة وحفل مميز وعمل سينمائي مرتقب، وهو قصة حرب النجوم، وهو جزء مستقل ومنفصل عن سلسلة أفلام حرب النجوم، المغامرة الجديدة كليا من إنتاج لوكاس فيلم. I mean,
مجلة سيدتي هي المطبوعة الأولى بالوطن العربي الراعي لمهرجان دبي السينمائي واللي رح تكون أخبارها حصريا. وإذا حبيتوا تشاركونا الأخبار فيكن تشاركونا من خلال استوديو سيدتي اللي رح يكون بالمهرجان، اللي رح يكون فيه مجموعة من المسابقات ورح تقابلوا مجموعة من النجوم اللي بتحبون واللي أنتوا حابين تشوفون شخصيا. إذا حبيتوا تعرفوا أكثر عن هاي المسابقة وعن هذا الاستوديو فوتوا على موقع سيدتي لتعرفوا التفاصيل، ونحن ناطرينكم. ومن بعد هذا التقرير متابعينا رح نطلع لفاصل قصير، ومن بعده نرجع ونبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل، وأولى فقرتنا لهذا اليوم راح تكون عن الموضة. طبعا حيرة كبيرة تتعرض لها الأم لما تتعامل مع ابنتها اللي وصلت لمرحلة المراهقة، وعادة هذه الفتاة بتحاول أنها تواكب الموضة وتخرج عن القيود. فعلا أسرار، وإحنا من هذول الفتيات اللي في يوم من الأيام ما كنا راضين نتماشى مع أمهاتنا وإيش يقولوا في اللبس، واليوم رح نقدم للأمهات خدمة إن إحنا حنتكلم ونقول لهم إيش النصائح اللي ممكن نقول لهم لتقريب وجهات النظر بين الأم وبنتها، وإيش الأشياء اللي تبعد عنها الأم عشان لا تنفر بنتها من هذا الموضوع. وهذا اللي حنعرفه أكثر مع خبيرة المظهر، استشارية المظهر أفنان زغبي ومصممة الأزياء اللي نورتنا. يا هلا فيك يا أفنان. أهلا وسهلا. أهلا أفنان، نبغى نعرف بداية إيش السبب الرئيسي اللي بيتم الاختلاف بينه وبين الأم وبنتها في هذه المواضيع؟ طيب هو في أكثر من سبب، بس يمكن أول سبب اللي هو السبب الرئيسي نقدر نقول اللي هو أصلاً هي من جيل وهذه من جيل. صحيح. كل واحد عنده عادات وتقاليد معينة، هي تربت على شيء وتبغى بنتها وعنده زوج، كل واحد عنده زوج، وكل واحد زي ما قلتي أهم نقطة اللي هي عندها زوج، بس أوقات أكيد لابد ما يتوافقوا في شيء معين. صحيح. 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 تقرب لا يعني من الدم. فالمشكلة هي إنه الأم يصير عندها خوف والبنت يصير عندها جرأة. صح. الأم بتخاف إنه بنتها داخلة على عمر مراهقة والبنت حاسة نفسها هي صارت كبيرة. صحيح. فيصير هنا يصير المشكلة تكبر، أو ممكن ما يصير عليها كنترول لما الأم تفضل متمسكة بخوفها وتفضل متمسكة إنه أنا بنت أبغى أعمل عليها كنترول طول الوقت. صحيح. والبنت نفس الشيء، لأنها بتشوف ناس برا كيف بيلبسوا وهذول. صحيح. عندهم حرية أكثر، ما في قيود أكثر. صحيح. وتجي تلاقي في البيت شيء ثاني. صحيح. صح صح صح. فهذا يمكن أكثر سبب يخلي الاثنين يختلفوا، بالتالي البنت تخرج عن القيود أو تخرج. صح. عن المتعارف فيه. صحيح. لكن إيش اللي ممكن يصعب المهمة على الأم؟ هل هناك أسباب ممكن تخلي هذا الاختيار لها شيء محير وصعب؟ طيب لو قلنا مثلا ناخذ مثال بسيط، اختارت الأوتفيت بالكامل، اختارت الشعر واللبس والإكسسواريز، لو الأم عارضة على شيء بلاش تعارض على كل شيء. صحيح. تعارض على نقطة معينة تقول لها مثلا بلاش الاكسسوار هذا مو ماشي. أغلب البنات تلاقيهم أول ما يدخلوا سنة مراهقة يحسوا ان هم يبغوا يلبسوا اللون الأسود. صحيح. على بالهم انه خلاص كبرت لازم ألبس أسود، والأم لا ما تلبسي اللون الأسود، ممنوع تلبسي أسود الأصفر والأحمر والأخضر. لا هذا غلط. صحيح. هذا بيخليها بعدين تتمرد على أشياء تانية وتطلع أخطر وأصفر كده، صارت إشارة مرور يعني. صحيح. مرة ما ينفع. فالفكرة اللي شوية تحد من كثرة اختلافات بين الأم وبنتها، لا خليها تلبس الأسود بس اتعاملي معها بذكاء أكثر، ضيفي عليه لون تاني، أكسري اللون بالإكسسوار، أكسري اللون مثلا بسلاسل، أكسر بحزام، أكسري اللون بألوان مفرحة. في أمهات. صحيح. كمان أفنان يبون عيالهم أو بناتهم تكون زيها بس نسخة مصغرة، يعني هي تبي تلبس سنانير، تبي تلبس قمصان، طب هذا مو مناسب لسنها، أو هي ما هي شايفة أنه هذا مناسب ليها. من الأشياء اللي ممكن تساعد على البنت أنها أنا ما أبغى الأم تعارض البنت كثير، يعني. صح. زي ما أنت بتقولي مو مناسب مو مناسب مو مناسب، أوكي في أشياء ممكن تكون مناسبة في أشياء تكون ممكن ما تكون مناسبة. صح. بس كمان ما نباها تقتل زوج البنت. صحيح. للأسف شخصية للأسف إلى الآن أنا جاني قبل فترة يمكن عروسة مع أمها، العروسة ما تتكلم، يعني بنعمل التصميم الأم هي اللي بتتكلم، العروسة ما بتتكلم. الأم اختارت العريس برضو شكلها احتمال كنت تكون اختارت كمان ملابس العريس. فصرت في النهاية أقول لا أنا أحتاج أعرف زوج البنت، أنا ماني قادر أعرف هي إيش تحب إيش ما تحب. بعدين صارت البنت تتكلم. إحنا ما نبغى البنات يوصلوا لهذه المرحلة إنه هم الأمهات يقتلوا لهم زوجهم في اللبس. صحيح. خليها إحنا طبعا من خلال هذه الفقرة إحنا ما بنقوم البنات على أمهاتهم، ولكن نبغى عشان لا نفهم غلط، نبغى إنه يكون في شخصية حوار بينهم
بينهم، في تفاهم، يعني لا هذا مو مناسب لي، يقنعوا بعض يعني. فاكيد زي ما في اختلافات اكيد في طريقه ان احنا ممكن نلاقي ونقرب المسافه بين الام وبنتها، ايش ممكن نقدر نسوي؟ اكثر شيء ممكن متابعه الموضه مع بعض. صح يمكن موضه البنات شوي ثابته، البنات اللي في هذا العمر بتكون شوي ثابته مو زي الكبار، احنا على طول بتتغير، فممكن تاخديها وتعملوا معها مع بعض سيرش. هذا الشيء حلو. دائما الفكره انه حاولي انك تكوني مشاركه معها في البحث عن لبسها او البحث عن ستايلها. ممكن فعلا تقنعيها ب لا انت ليش تسوي زيهم، انت لا تسوي زي، الحوار الطبيعي اللي يصير، لا تقلديهم، لا تعملي زيهم، مو كويسين لابسين مو كويس، لا انت تقدر تغير الجمله هذه، لا لما تسوي انت لك ستايل خاص فيك. وزي ما امهاتنا زمان كانوا مراهقات واختلف ذوقهم، لازم نستوعب ان احنا كمان بيختلف ذوقنا، والحين بيعيشوا في بس دورهم او بيعيشوا يعني هم كمان جيلهم بالضبط. يعني هم كمان زمان كان عندهم موضه غريبه برضه، التنانير الكلوش، الوان البهجه كلها في التنور. رجعنا للموضه حقت امهاتنا زمان، ترى الاشياء المنكشه والكتوف العريضه والاشياء الواسعه بالعكس، والوجه والاشياء كل شيء بالضبط. صحيح. طب بما ذكرنا الموضه افنان، ايش هي الموضه لبنات هذا العمر؟ طبعا انا بتكلم من ناحيه الموديلات والالوان يعني. طيب زي ما قلت قبل شويه اغلب نجي نتكلم عن الالوان بدايه، هي الالوان الفواتح، ما نبغى نلجا للغوامق اللي عمر البنات اللي في سن المراهقه، لانه اصلا شخصياتهم لسه بتكون متذبذبه، فاحنا نلبسهم الالوان الغامقه تطفي على شخصياتهم شويه، تحد من النضوج اللي في شخصيتهم. وما ابغى في نفس الوقت انه انا اقول لها بس تلبسي فواتح، لا احد، يعني الموضوع كله في كده تحسي التوازن بين الفاتح والغامق، بس الاساسي طبعا الالوان الفاتحه اللي فيها طبعات غريبه، الستيكرز، الاشياء اللي فيها عموما نقدر نقول فيها رسومات كثير. هذا من ناحيه الالوان. من ناحيه القصات لسه ما زال موضه البنات او التين ايجر عاده بتمشي اكثر من سنه، يعني احنا موضتنا بتتغير كل سنه سنتين، لا هم بتفضل طويل. صحيح. فعندهم الكروب توب لسه ماشي، عندهم فكره الكاب، هذه اعتقد كل البنات اللي في هذا العمر يحبوا يلبسوها. الاكسسوارز اللي هي الاوفر اكسسوارز اللي هو كذا خاتم، كذا سلسله، اللي هي الكوانتيتي يزيدوا من عدد الاكسسوار. هذه الاشياء طبعا المشكله يمكن اللي لاحظوها الامهات مع بناتهم انه ما يقدروا يميزوا بين لبس الكاجوال وبين لبس السهره. صار عندنا سمارت كاجوال وفي شيك كاجوال. صح. وفين اللبس ايه مناسب لفين، ويعني كل شيء لازم يكون ترتيب. يحبوا خلاص انه يفضلوا في هذا اللبس في كل الناس. وامهاتنا غالبا ماشيين اللي هي على نقدر نقول السيف سايد، يعني بيحاولوا ما يطلعوا نفسهم من المعتاد. ليه؟ عشان يكون شكله ارتب وارقى. وفي امهات فعلا يعني ايمان كمان في امهات ما تحب انه بنتها على طول لابسه كاجوال، تقول لها خليكي بنوته البسي زي البنات. صحيح. اذا المناسبه سهرة ولا شيء طبعا ما راح تلبس هذا الشيء، بس برضو ما نحاول ان احنا نقيدها كثير. يعني احنا لو احنا جيل على جيل امهاتنا او امهات امهاتنا، ما بكبر نفسي كثير يعني من جد بتكبري نفسك. لا امهات امهاتنا صح كانوا يلجأوا للتطريز والاشياء الاوفر في السهرة. يا سلام. وقصة الكابوريا والاشياء هذه كلها ما اعترضنا، جالنا احنا اعتراض. الان ايش يبغوا؟ يبغوا السادة تماما. احلى شيء دائما يقول لك لما يكون الشيء اخف كل ما كان ارقى واجمل. بس اللي بنتكلم فيه كمان على المناسبات، مثلا بنات كثير يعني صغار في السن يعني لسه مراهقين، فتلاقيهم يبغوا يسووا الميك اب. طب ماما ليش انا ما سويت ميك اب زيك، ورايحين احنا الفرح وابغى شكلي يطلع. فهذا الشيء بيثير حفيظه الامهات نوعا ما وبيعصبهم ان انت لسه صغيره، ايش اللي بسوي حواجبي، ايش بسوي. فكيف نقدر احنا نوافق بين الاثنين ونقرب وجهات النظر بحيث هذه تاخذ اللي تبغاه والوالده كمان تاخذ اللي تبغاه. صحيح. سؤال جدا مهم. اكثر هذا الشيء باله كنترول من البدايه. صح. مجرد ما البنت تدخل عمر المراهقه ممكن تبدا معها الام تعالي ناخذ ميك اب، تعالي نشتري ميك اب، عشان هي لما تيجي تختار لا تختار غلط. وبالضبط لا تبيها تروح تتهور وتشتري وتبدا كونتوري وتبدا رموش وهي لسه دوبها وبلترات و... فايش نوعية الميك اب اللي تقدر تسويه؟ تقدر تستخدم طبعا الليبستيك بانواعها، طبعا يفضل انها تختار الوان الفاتحه، الجلوس، البيبي كريم اذا جدا جدا محتاجه يعني. صح. الاي شادو، الماسكارة، الرموش، ماسكارة الحواجب، الاشياء اللي هي بتكون خفيفه جدا. حرام لانه حتعدم بشرتها. ما هو هذا، فتاخذ الاشياء اللي هي البيسك اللي البنات في العمر يستخدموها.
صحيح، لكن لو تكلمنا شوي عن الاكسسوار، انت قلتي ان هم يعملوا اوفر في الاكسسوار، طيب افرضي الام هي شايفه لا هي تبغاها بنوته ناعمه تلبس اكسسوار ناعم يا دوب حلق سلسال كفايه. ما هو زي هي بعمليه توازن، اذا هي البنت حابه اللبس الساده اللي ناعم جدا وكمان لبس كمان اكسسوار ناعم جدا حيصير شكلها اطلالتها نوعا ما نقدر نقول ممله، فهي عمليه توازن، يعني ما مو شرط انه طول الوقت يكون اوفر في الاكسسوارز، انه كوانتيتيز يكون مره كثير في الاكسسوار، ولا شرط كمان يكون اللبس طول الوقت ناعم، بس مجرد عمليه توازن. كمان خلينا نكون صريحين، في يعني بنات من هذا السن بيعملوا اشياء جدا اوفر، اللي هي الخواتم الكثير كذا كانهم مشعوذات او شيء، مره مو مناسب او مو حلو يعني. ارجع اقول لك برضه هي عمليه، هي طالعه عشانها موضه، فكره بالضبط الهيبيز وهذه الاشياء، ففكرة انه هي اوفر لازم تحاولي تعملي لها بالانس في شيء ثاني، اذا اللبس يكون ساده يكون ناعم، اذا انا ححط اكسسوار كثير في ايدي. حلو صحيح، بس هي في النهايه مساله ستايل، كل واحد يختار الستايل اللي نقدر نقول يريحه، بس يعني هذا خلاص لما الواحد يقدر يكبر ممكن يسوي ستايل اللي يكون متوافق مع الشخصيه اللي انت حابه تعرضيها، بس حاليا في سن المراهقه صعب. لا بس لما نتكلم اكثر كمان، يعني احنا في فتره واحنا صغار يا افنان دائما كنا نسوي مثلا زيوت، اكشلي ماما كانت تسوي لنا زيوت للشعر واعتناءات الشعر، بس ما كان عندنا التفتح اللي احنا فيه دحين، ابغى اروح الصالون اسوي ماسكات للوجه، فهذه الاشياء كيف ممكن نعلمها لبناتنا، وهل هذا الشيء تشوفيه من الاشياء الصحيحه ولا لا؟ لا بالعكس طبعا، هي العنايه بالبشره هي عاده، فلو هي تعودت من هي من صغرها طبعا راح تكمل وتكبر، بس انت زي ما قلتي اذا ابغى اروح الصالون ابغى اروح اعمل شيء، لا هي معناته انه صار عندها حاجه، فانا من البدايه اكفل لها الحاجه هذه، لا من البدايه اجيب لها الاشياء اللي هي تقدر تستخدمها او انصحها بالاشياء الطبيعيه. من احنا صغار نشوف امهاتنا ايش يسوون، نبغى نسوي زيهم بالضبط، فعشان انا قبل ما اخليها تقلدني في عمري، اذا انا عمري 40 سنه وعمري بنتي عمرها 15 13 سنه، ما اقدر اخليها تقلدني وتحط نفس الاشياء اللي انا احطها. صحيح. فلازم من البدايه استخداماتها مختلفه. طبيعي اكيد، حتى يعني في المكياج حقت البنات الصغار، بس لا خلاص هم يعني بنتكلم على مراهقه، لا في عندهم لا بس تعرفون انه الحلو الحين البنات لا خلاص وعيات وبدا هم يهتموا من نفسهم من غير ما احد يقول لهم اهتموا، بيحطوا ماسكات وبيدوروا ايش الافضل وكذا. صحيح، احنا ما عشان نخليهم يتعدوا هذه المرحله ويطلبوا انهم يروحوا صوالين ويطلبوا انهم، فانا احدد لهم ايش المفروض اللي يستخدموا بالاشياء الطبيعيه، الاشياء الطبيعيه الموجوده في المطبخ. صحيح صحيح. لكن لو قدمنا نصائح للأم إنها كيف ممكن تهتم بأناقة بنتها، إيش حتكون هذه النصائح؟ تقريبا أنا أقدر أقول أهم نصيحة إنه هي تشاركها في كل شيء، تشاركها في كل اختياراتها، أو حتى لو تقدر تبدأ اختياراتها معها، لا تخليها هي تجي تقول لك يا ماما أنا أبغى ألبس، يا ماما أنا أبغى أحط ميك اب، يا ماما أنا بعتني بشرتي، عشان لا تختار شيء خطأ، أو لا تحس إنه هي عشانها كبيرة هي حاسة إنه هذا اختيارها حيكون أكيد صح، فأنت أبدأي بهذا الشيء عشان تقدر توجهيها بطريقة صحيح. صحيح. طب أفنان نبغى نعرف أكثر سوري بس نبغى نعرف أكثر، مثلا إذا ما كان الأم اللي هي اختارت لبنتها، هل في طريقة كمان الأم تقدر تبين لبنتها أنه أنت ما زال اختيارك موجود في الموضوع؟ يعني أنت يا بنتي كبرتي، طيب ايش رايك بس انه تغيري كذا تسوي كذا، بس بدون ما تقولها لا انا ابغاكي تلبسي كذا، ايش اختار لك ايش ما اختار لك، يعني يكون بينهم صحيح. حوار اكثر. صحيح، هو هي الفكره كلها في هذا الحوار وفي الاسلوب. عاده البنات في هذا العمر بيكونوا جدا حساسين، وزي ما قلنا عايشين او بسوي نفسي فاهمه ولا بسوي نفسي كذا، بعدين اللي ما سويته من قدامك ممكن تسوي من وراك، هو هذا. فانا ما ابغى اوصل للمرحله دي ان هي تروح تغير لبسها من ورايا ولا تغير الميك اب من ورايا واكياس ولا شنط. طبعا احنا ما بنقول الطرق، ولكن اللي فيه ولا احنا ما سوينا كذا لا، بس هي الفكرة انه بانتقاء الكلمات، هذا اختيارك مرة جدا جميل، حلو الفستان هذا اللي اخترتيه، بس ايش رايك لو تغيري عليه الشوز، ايش رايك لو تلبسي عليه كيلون سوكس، ايش رايك لو دائما تحسسها انه هي اختيارها حلو، هي اختيارها ممتاز. هذه الاشياء بالذات لانه هم في ده العمر يحتاجوا للكونفيدنس، للثقة في النفس اكثر، فهي كده بتعملها اثنين في واحد، بتديها ثقة في نفسها وفي نفس الوقت كمان بتحسسها انه اختيارك جميل يعني. صحيح صحيح. طب متى لازم الام تتدخل؟ يعني لازم خلاص انا اتدخل واقول لها لا هنا ستوب، انت كده يعني مسويه شيء كثير مو لسنك. اذا كل الطرق هذه اللي قلناها وما لجأت، صح ديك الساعه ممكن تتدخل، وحتى التدخل طب كيف يكون تدخلها؟ اي ما يكون صارم ولا يكون في مره واحده، لا
مره ورا مره ورا مره بمكافآت. يعني مثلا هذه المره رضيت تلبس اللبس اللي هي اختارت لها هو، اوكي ايش رايك اروح اجيب لك حاجه عليه تلبسيها، تشجعها انه هي تلبس ذا الشيء. فاوكي هذا الشيء طلع عليك مو عاجبك، طب انا حقول لك اذا اضفنا عليه اكسسوار معين راح يطلع حلو. هذه المحاولات مره ورا مره في سن المراهقه من جد، يعني احنا كان يفرق معنا اكثر شيء يعني كان اسلوب الكلام كيف، انه راح حسيت ان هي فاهمه، طيب لا يا ماما انه ايش رايك في كذا، لكن لما يتقال لي لا انا ابغى البس ده حتى يعني انا مقتنعه هذا الشيء حيعمل لبس وصحباتي حيعمل فجوه كمان بين الام والبنت، يعني غير لما يكون في حوار حيقتل الثقه بينهم، يصير هي بعد كذا كمان ما تبغى تسالها ايش رايها ولا الام تبغى، فحيكون غلط. والبنات ايش ممكن نقول لهم يا افنان في هذا الموضوع؟ صح انتوا كبار، نقدر نقول صح انه انتوا جيلكم يختلف عن جيل مامتكم، صح انه انتوا زوجكم يختلف، بس برضو لسه نقدر نستفيد من نصايح مامتكم. وحتندموا في يوم من الايام لما سمعت الكلام. صحيح. استشارية المظهر المصممة افنان زغبي نورتينا اليوم في سيدتي. شكرا لك. شكرا. متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين، نايف العنقري ودلال صالح اصحاب مشروع فكره حلوه والذي يدعم الاسر المنتجه ويوفر لهم مكان لعرض منتجاتهم، وتساهم مثل هذه المشاريع في نهضه المجتمع. خلينا نتعرف اكثر على فكره المشروع وميزاته، ورحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ محمد العنقري ودلال صالح اصحاب مشروع فكرة حلوة. مساء الخير. أهلين بسنور. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. الله أختي دلال. بداية إحنا نبارك لكم هذا المشروع. يبارك فيك. اللي فكرته في الأول في الأخير دعم الأسر المنتجة، وهذا إذا يدل إنه فعلاً في حلقة وصل في المجتمع. تكلمونا بداية من وين جت الفكرة؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على رسول الله. حي طبعا جميع مشاهدين روتانا خليجيه. وبالنسبه لبدايه المشروع كانت طبعا زوجتي كانت منتجه، ففكرنا انا وياها نسمي مشروع باسم فكره حلوه يدعم الاسر المنتجه، والحمد لله يعني بتوفيق الله حققنا هذا الحلم. وطبعا جانا تشجيع طبعا من قبل جمعية أصايل وعلى رأسهم صاحب السمو الملكية الأميرة عبير بنت عبد الله عبد العزيز ونائبتها، ولهم منا الشكر والتقدير. طيب هو شيء جميل فكرة المشروع، بجي لك يا دلال. يعني أنت من الأسر المنتجة وأكيد ما فكرتي من فراغ أنه لازم تكون في نقاط لتوزيع المنتجات، يمكن هذه تكون من المشاكل اللي فعلا تواجهها الأسر المنتجة اللي احنا نلمسها. هل أنت واجهتي هالمشكلة؟ بالبداية والله واجهت، يعني كنت مشتركة في كذا محل وكنت يعني أعاني كثير بالنسبة لنقاط التوزيع. فيعني ضروري أنه مثلا المشروع نفسه اللي حاب انه يوفر المنتجات لازم يكون فيها لازم في نقاط تكون واضحه بالضبط. بصراحه يعني احنا هنا لما ننزل حتى بعض الاسواق الشعبيه المعروفه عندنا كمان حتى في الرياض نشوف كثير من الاسر المنتجه، لكن للاسف المنظر اللي احنا نشوفه فيه ببسطات. صحيح. يمكن انا كثير من الناس اللي حتى نقابلهم عندهم هذه المشكله، فعلا هم يعانون من هذه المشكله. صح. ما في نقاط ثابته للتوزيع، وكمان ما في اماكن معينه تدعمهم. صح. في الدعم. فتكلمونا انتم ايش الاماكن، ايش المشروع اللي انتم وفرتوه، وين تقدرون الاسر المنتجه تعرض الاشياء اللي تنتجها؟ شوفي هو بالبدايه ضروري انه يكون مثلا زي هذه المشاريع تكون انه فيها يعني مثلا غرب الرياض، انا اتكلمك كوني انا غرب الرياض. طيب. وجود مناطق معينة فيها تكدس كثير من هذه المشاريع. يعني ضروري أنه الواحد يشوف مكان معين يكون خالي من هذا المشروع، فأنه يوفر لنفس السكان. هذه أول نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمولات اللي تكلمتي عنها قبل شوي، المولات هي ضروري يكون فيها. يعني أنتوا الحين أفهم ممكن هذه واحدة من المطالب اللي أنتوا ودكم تسوون فيها. بإذن الله، وإن شاء الله إحنا راح نسأل لها بإذن الله قريب. إن شاء الله وتلاقون الدعم كمان، هذا شيء مرة ضروري بإذن صراحة. الواحد الأحد. الأماكن السياحية برضو المتنزهات هذه ضروري يكون فيها موجود إن شاء الله المنتجات الأسر المنتجة. مستقبل قريب. وأضعف الإيمان لو حتى في بعض الفكرات
زي التراك، زي الشاحنه، ممكن تكون حتى منظرها يكون أيوة احسن. أيوة صح أيوة. صحيح بالضبط. فهذه شو بتكون فكره متنقلة، عرفتي؟ بتكون متنقله في كل مكان، يعني افضل للاسره المنتجه. أيوة كمان بالضبط. أيوة متنقله. انتم كمان هنا في الاستوديو جايبين لنا بعض المنتجات. أيوة. هذه كلها منتجات من الاسر المنتجه. أيوة. طيب تكلموني انتم كيف تعاملتوا مع الاسر المنتجه، وايش هي الشروط اللي انتم تشترطونها في مشروعكم عشان تدعمون وتكونون نقاط توزيع لهذه الاسر؟ أول شيء طبعا الأسر، أول شيء قبل ما نتعاقد معهم نطلب منهم العينات مثلا، وطبعا بعد العينات طبعا الشكل والنظافة، واللهم صل على محمد، السعر طبعا نحرص دائما أنه يكون يعني يكون مرتفع، يكون في متناول الجميع يعني، لأن نحارب الأسعار الغالية صراحة. هو شوف، هو الأسر المنتجة في الفترة الأخيرة صار يتوجه لها نوعا ما من النقد، انه في مبالغه نوعا ما عشان في الاسعار. انه مبالغه في الاسعار صراحه، هذه مشكله يعني. هذه انت تفكرين معي، خربت على الاسر المنتجه، خربت على الكل، على اللي اسعاره كويسه واللي اسعاره مو كويسه. طب لو نجي احنا لمشروعكم، ايش الشروط او الافرج، او انه انتم تحطون الاسعار للمنتجات معينه، تشترطون شروط معينه، تدرسون سعر السلعه اللي انتم تعرضونها؟ نعم انا التي جايبه العقد حق الاشتراك عشان تشوفينها. من ضمن الشروط اللي هو اخر شرط عشان يكون ثابت في ذهنهم، إيه؟ انه يكون الاسعار غير مبالغ فيها، هذه من اهم الشروط. طب ايش رايك اخذ من الحين مثلا مثلا بعض المنتجات اللي انت جايبتي لنا اياها، كم اسعارها؟ خلينا نشوف. شوفي هذا مثلا، هذا الصحن مشكل فطاير، شوفي كيف ملا ومعبى. هذا ب 35 يعني. 35 هذا سعره معقول جدا. طب ايش نوع الساندويتش اللي فيه؟ هذا تورتيلا وكفته وسبرينج رول. انا كمستهلكه ما اشوف سعره 35 انا اقول معقول، صح؟ عشان سعر المنتجات اللي فيها، المواد المستهلكه فيها كمان، غير التعب، يعني تحسي انه سعره معقول يعني يروح. الكيكه هذه الكبيره ب 70 ريال. الكليج الميني اللي قبل شوي شفتي هذا ب 25 اللي انت شايفته كويس، وعليه شغل ترى، يعني في شغل وفي تعب. الكوب كوكيز 25 يعني، وفي تنوع بالاسعار وكلها، والجوري هذه ب 45 تقريبا. طب انا اجيك انت الحين اعطيتيني سعر المنتجات هذه، انا ما سالتك من فراغ. هذه عبارة عن أنتوا نقاط توزيع، هل الأسر المنتجة تتقبل الأسعار اللي أنتوا تحطونها؟ شوفي الأسعار مو حنا اللي نحطها، هم يحطونها، لكن أنا أقترح عليها اقتراح. أنت وش رأيك يعني يناسبك أنه لو السعر ينزل إلى كذا؟ إذا وافقت يعني، هو شوفي القناعة كنز لا يفنى. أكيد صح؟ هي البعض يوافق والبعض يقول لا والله أنا ما أقدر وما يناسبني وما أدري شلون. أقول والله أنا شوفي أنا ما عندي يعني يعني انا فاتحه مشروع على اساس انه يعني نغير من فكره انه الاسعار اللي تكون مبالغ فيها وكذا. يعني انا ابي اخذ يعني بقول لك قصه بس قصيره. طيب اوكي. بدايه افتتاح ايه؟ كنت يومين تقريبا او ثلاث ايام في المحل كنت اجلس. كل ما يدخل زبون او زبونه، عسى اسعاركم مو غاليه. شفتي كيف؟ ايه؟ يعني هذه حزه الكلمه هذه تحز في خاطري. وبمجرد ما يطلعون لا اسعاركم والله غير عن الكل. يعني هذا الشيء يريحني. وهذا الكلام على فكره صادره، ترى والله احنا اللي ينزل الاسواق وقت البازارات وقت المهرجانات فعلا نشوفها مبالغ فيها، يعني احنا نختلط مع الناس ونشوف الاسعار. صح. يعني كونهم هم ينظرون كونه انه شغل بيت، لا نرفع الاسعار، لا مو ما هي ترد عليك تقول شغل بيت ونظيف. طيب ماذا يعني مو منطقي. يعني غير المحلات العاديه، المحلات العاديه وراهم اجار، ربما بعد اذا صار السعر مرتفع ربما تتلف عليها، تصير خساره. صح. عليها تصير ارجع لها ما تستفيد. صح. يعني خسرت كل من جهتها. لما تنزل السعر بيصير يعني منتجها في يد الزبون ويمشي. ويعطيكم العافيه على كذا. اي والله. طيب نحارب الاسعار هذه. عدد الأسر اللي مشتركة معكم كم عددها تقريبا؟ 25 أسرة. إن شاء الله قابلة في المستقبل، إن شاء الله أن نستقطب أكبر عدد. طيب مين يحكم على السلعة، على طعمها وشكلها وكل مين تقيمونها؟ مين اللي مسؤول عن التقييم؟ أم شاري هي اللي أستاذ دلال، يعني أنت اللي يمكن بحكم أنت عملك في الأسر المنتجة. صح. هذا بس أعطاك خبر. لا شوفي أنا إذا جاني اختلاف أحيانا في الطعم والشكل أخير غيري، مو اكتفي فيني انا وبس، لا اخير غيري اشوف وش رايكم. اوكي مثلا زي مره اخذت طبق معي لاهلي، وش رايكم كويس او لا؟ قال والله ممتاز. اوكي اقبلي. اوكي يعني اخير اذا صرت انا يعني مختلفه في هذا الشيء، ولا ودي اظلم يعني المنتج نفسه. يعني الناس تختلف اذواقها من جد. اي والله. صح. طب كيف تسوقون لهم؟ يعني مثلا
عندكم سناب شات مثلا، كيف تسوقون لهذه الاسر؟ عشان هذه الاسر حاطه منتجاتها تبغى تستفيد هي كمان في التسوق، كيف انتم تسوقون؟ عن طريق التواصل الاجتماعي. وكيف لقيتوا الاقبال على كذا؟ والله الحمد لله في اقبال، يعني عن طريق التويتر الانستغرام سناب شات في الحمد لله اقبال عليها يا رب لك الحمد. الحمد لله. طب خليني ارجع شويه للمشروع حقكم. قبل ما نتكلم عن النجاحات في المشروع، ايش الصعوبات اللي واجهتكم في الاول وفي الاخير في المشروع؟ والله يعني اقدر اقول لك الحمد لله ما في اي صعوبات، الحمد لله من فضل ربي تيسيره، ما في اي يعني اي مشكله واجهتنا الحمد لله، يعني ما في اي شيء. يمكن في مرونه انتم بينكم وبين الاسر المنتجه تقريبا؟ هي والله في مرونه، شوفي هي يبيلها طولة بال شوي، يبيلها شوي طولة بال، ويعني يجيك بعض الاسر العسره شوي. طيب انا بجيك بهالسؤال، يعني طولة البال هذه تعتبر معايير لنجاح المشروع، صح. وش المعايير اللي انتم حطيتوها عشان ينجح مشروعكم عشان ما تواجهون صعوبات مع الاسر؟ انت عارف ممكن بعض المرات عقليه الناس تختلف. صحيح. اي صح كلام سريع. شوفي الاداره النسائيه انا ماسكتها اوكي وكلها علي. طبعا يجوني كثير منتجات، يجوني طبعا البعض بعضهم يتفهم بعضهم ما يتفهم. البعض يتفهم انه والله سعرك مبالغ فيه وانه ما راح انه راح يرجع لك وانه كذا كذا. لا والله انا ما يناسبني هذا الشيء. خلاص اوكي نرجع لك بعدين. يعني ما ودي انا اقول لها اكثر في خاطرها اقول لها لا وكذا بعد شلون، عرفتي كيف؟ ايه انت عارفه من يعني اكثر الاسعار اللي لقيها صراحه غاليه، اقول لك اياها من باب خبره، الورق عنب والمحاشي، يعني تحسب لك اياها يعني من الاسر المنتج. صح صح ايه. ولا لا؟ بعضهم يحسب لك الحبه بثلاثة ريال أربعة ريال، مو منطقي ابدا. وغير كذا كمان ترى في دعم بشكل غير مباشر حتى للاسر المنتجه في البازارات وفي الاسواق كمان، بعض المرات لما يصير في مهرجان بعض المرات حتى البوث اللي يعطوهم اياه يكون بسعر رمزي. صحيح. فلازم يكون في نسبه وتناسب. صحيح. بس البعض ما يعني ما يقتنع بهذا الشيء، اقول لك شوفي هذا المشروع من اوله الى اخره القناعه كنز لا يفنى. والله العظيم انا هذا القاعده اللي ماشيه فيها من بدايه لما الان. ودايم كنت اقول المنتجات حقاتي يتابعوني الان، دايم اقول انبه عليهم على السعر، السعر يا اخوات السعر، يعني مصلحتي ومصلحتكم الكل يعني. على فكره استاذه دلال ترى مره حلو لما انت كنت من الاسر المنتجه والحين انت صاحبه مشروع، يعني ممكن فعلا ان الواحد يرتب خطواته. صحيح. ايش الخطوات اللي انت رتبتيها؟ اكيد في اسر منتجه الحين كثير تتابعنا وكلهم يحلمون انهم يبغون يكونون فعالين اكثر واصحاب مشاريع، ايش النقاط العامه اللي انتم سقتوها مع بعض؟ يعني شوفي من البدايه اي منتج انا في نظري اي منتج اعطيه حقه، بحيث اني ما اغلي على الناس ولا ارخص نفسي بعد. هذا اول شيء. ثاني شيء يعني اقول لهم دائما طريقه التقديم لازم تكون كويسه وملفته للنظر. اي ما شاء الله حتى الحين وانت جايبت لنا اياه، يعني البرزنتيشن والشكل الاخير للاخراج. أيوة جميل. بالضبط. هو شوفي العين تاكل قبل الفم، صادقة قبل كل شيء. يعني الناس تشوف قبل ما تشري. ولا تحكم على الطعم، هذه من اهم يعني الخطط اهم شيء. ثاني شيء ثالث شيء يعني زي ما اقول لك التنوع، عرفتي؟ يعني تجيك وحده منتجه تنزل حلويات، مع التمرس والاستمرار اكتشفت انها مبدع في شيء ثاني اللي هو الموالح والفطاير والمعجنات، عرفتي؟ يعني هذه من الخطط اللي تمشي عليها. كمان احس انه هذه المواضيع كمان حساسه كمان شوي، بالذات الاكل، يعني تضمنين نظافته كمان، هذا في الاول وفي الاخير. والشيء الثاني كمان لازم يكون التسويق شغال على طول عشان هذا اكل ممكن يخرب. صح. صح. هذه فهذه من الاشياء يمكن اقول من الصعوبات فعلا، اذا ما راعوا السعر. أيوة. ما راعوا. بالضبط هذا اللي انا دائما اقوله لهم. لازم تراعون السعر عشان ما يكون لكم تالف ورجيع، هذه اللي دائما اقولها. طب في حاله اذا ما توزعت الاكل هذا وش تسوي؟ يترجع لنفس الاسره؟ يا يترجع او يتوزع. ما نكب اي شيء، يعني يا يترجع لنفس صاحبه اللي تبغاه او يتوزع. على مثلا اي جمعيات خيريه او شيء، لانه هو ترى ما زال صالح للاكل. طب هذه فكره جميله كمان. أيوة. يعني اذا ما حرام نعمه تتلف وكذا، اكيد نعطيها مثلا عمال او شيء او كذا، يعني الحمد لله. طيب الخطط المستقبليه، وش خططكم المستقبليه؟ والله خططنا المستقبليه ان شاء الله اذا ربي وفقنا ان شاء الله ان نفتح فرع ثاني ان شاء الله. ونتطور ونستقطب ان شاء الله أسر منتجة، يعني أكبر عدد يعني من اللي الآن عدد عندنا، وزيادة إن شاء الله على الكشكات بإذن الله، المولات. الكشكات. هذا يدفعني، إيش الرسالة اللي أنتم تحبون توجهونها
والاشياء اللي انتم تبغونها فعلا، يعني جهات معينه تتفاعل معاكم كاسر منتجه، ايش الرساله اللي توجهونها؟ والله انا حابه يعني كدعم انه اللي يكون في دعم بالمولات ضروري انه نكون، والاماكن السياحيه اهم شيء مثلا المنتزهات الحدائق هذه لازم يكون فيها هالمشروع هذا ضروري. المولات بحيث انه يعني اكبر رواد الحريم تعرفين يعني ما شاء الله الحلويات فلازم احس انه لازم بالضروري انه يكون موجود. اكيد احنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والاسر المنتجه ان شاء الله، يعني سمعت الكلام حقكم واكيد احنا كمان نتمنى لهم التوفيق ورسالتكم كمان توصل باذن الله. طبعا كل الشكر لكم الاستاذه دلال صالح والاستاذ محمد العنقري، شكرا لكم. نايف العنقري شكرا لكم. ورجعنا لكم من جديد، وكل يوم نحن على موعد مع سيدات الوطن، وطالما هناك عمل مستمر ودعم لا يتوقف وتحديات جديدة فعلى الأكيد هناك إنجاز جديد، وهذه المرة الإنجاز جاء عالميا ولامرأة سعودية. طبعا حصلت على جائزة ستيفي في نيويورك، وهي واحدة من أرقى الجوائز العالمية للمشاريع الإبداعية، وتقدمت بالمجموعة التي تديرها لتحصل على شهادة جينيس بأكبر حضور لملتقى التخصصات في العالم. طبعا الأستاذة نهى اليوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة إثراء، أهلا وسهلا فيك في سيدتي. أهلا وسهلا بكم وشاكرة لكم الاستضافة اليوم. شكرا لك، هذا واجبنا في عام 2016 مليء طبعا بالإنجازات. دعينا نبدأ أولا من جائزة ستيفي، خلينا نتكلم عنها أكثر، اللي هي الجائزة الذهبية اللي حصلتي عليها وقيمتها عالمية. طبعا جائزة ستيفي تعتبر من الجوائز الانترناشنال العالمية، وأصعب تعتبر من أصعب الجوائز اللي تنظم ويحصل عليها الشركات في العالم. حقيقة سمعت عن هذه الجائزة في أوائل 2015، وعرفت حجم المنافسة الشديدة اللي موجودة فيها بعد ما عرفت أنه شركات زي جوجل وفيسبوك وسابق السعودية وشركات كثيرة، شركات انترناشنال كبيرة وعالمية قدمت عليها، بعضها حصل عليها وبعضها ما قدر أنه هو يحصل عليها بشكل رئيسي. فقلت لهم هذا تحدي، خلينا نبدأ نشوف إيش المعايير اللي تتطلبها هذه الجائزة. يعني بعد ما سمعتي هذه الشروط كلها وبعد هذه الشركات الكبيرة كلها أنها ما قدرت تحصل على الجائزة، ما عادي كملت وقلتي لا حنحاول؟ طبعا في شركات من اللي ذكرتها حصلت عليها. اول شيء طلعت على المعايير، كانت 21 معيار يعني عالمي صعب جدا. من ذاك الوقت بدأنا نشتغل على انه احنا كيف ممكن نحقق هذه المعايير، وكان عندي فريق عمل اكثر من رائع اللي كانوا يقولوا لا احنا حنقدر نحقق هذه المعايير وحنحاول انه احنا ما حد قال لك لا ما حنحاول لانه معايير صعبه وما راح حقيقه نقدر. كانت في بعض يعني الاصدقاء اللي من حواليني اللي عندهم برضهم في مجال البزنس يقول لك مستحيل، قالوا لي يعني ما حد فاز منها من الخليج مو من السعوديه بس، يعني الجائزه هذه جدا صعبه وتعتبر زي الأوسكار في مجال الأعمال، شكلها زي الأوسكار فعلا. فيعني كان التحدي هنا عندنا كبير جدا، فبدأنا نشتغل عليها من بداية 2015 إلى تقريبا أبريل 2016 وإحنا نكمل معاهم المعايير. طبعا المنافسة كانت شديدة وكان الحن كبير جدا، وكان عندنا يعني إنه إحنا لو قدرنا نقبل في هذه الجائزة فهذا إنجاز بحد ذاته. فما بالك لما تفوزي بالمركز الأول. طيب تفوقتي في هذا المجال على 400 شركة من 50 دولة، صحيح. يعني بتتكلمي على يعني ما شاء الله تبارك الله قديش ناس كانوا مشتركين في هذا الموضوع، صحيح. فهذا فخر، فيعني أكيد الفخر ذا والمكان اللي وصلتي له تعبتي عليه، إيش سويتي؟ إيش الطرق أنه أنت وصلتي لهذه المرحلة؟ أكيد ما جاء بالصدفة. طبعا ما التعب او الحصيله ما بتجي بالصدفه. الشركه اللي انا مؤسستها صار لها الان اكثر من 5 سنوات، مرت بمحطات كثيره في حياتها، بدات بمحطه فشل وتعثرت، ووصلت لمرحله فيها انه كان الكل بيقول لي قفليها، وانا رجعت مره ثانيه قلت لهم لا حنرجع ثاني من جديد، يعني كان هو عمليه تعلم مستمره. وضعت حلم او هدف رئيسي للشركة انه احنا نكون الشركة الاولى محليا وعالميا في مجال الشباب. اقصد في مجال الشباب انه احنا اي جهة قطاع حكومي او خاص حابب انه هو ينفذ مجموعة من المشاريع للشباب ما بين فئة 15 الى سن 30 سنة، نكون احنا المرجعية الاولى له.
كيف بدأنا هذا الشيء؟ بدأنا من الصفر، اللي هو عملنا دراسة على أكثر من 50,000 من الشباب على مستوى المملكة والخليج، بحيث أنه إحنا نرصد إيش الاحتياجات الرئيسية اللي عندهم والمشاكل. من هنا بدأنا نطلق مجموعة من المبادرات، من فكرة كتبت على ورق إلى تنفيذها على أرض الواقع بطرق إبداعية. بدأنا بمبادرات إحنا تبنيناها وإحنا صرفنا عليها، ونجحت بنجاح يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ما توقعناه على أرض الواقع، لأنه كان يلامس احتياج ونفذ بجودة واحترافية عالية. ما كنا نتنازل أبدا عن أي معيار، يعني لو الكاسة هذه فرضا على سبيل المثال ما هي في مكانها، مستحيل نقبل أنها ما تكون في مكانها. المعايير الصغيرة والتفاصيل الصغيرة كانت هي أهم معايير عندنا، ولما جينا نبني الشركة رحنا شفنا إيش الستاندر العالمي للشركات اللي تقدم الخدمات في مجالنا، وبنيناها على هذا الأساس. ما أقول لك كان صعب، كان صعب جدا، في ظل عدم توفر موارد بشرية كافية. فكان صحيح. أول دور نسوي أي أحد يدخل عندنا الشركة ياخذ كورس كامل لمدة 6 أشهر ويشتغل على أرض الواقع عشان يعني يتهيأ لبيئة العمل اللي احنا موجودين فيها. بعد كل شيء في ترتيب وفي دقة، يعني مو أي حاجة. سنة واحدة صحيح أستاذة نهار، أنت قلتي عرفت عن الجائزة من 2015؟ أيوة، بس احنا بدأنا بالمعايير العالمية من يوم ما أنشأت الشركة. حلو. بعد ما عرفنا عن الجائزة هنا بدأنا ندقق في التفاصيل الأصغر والأصغر عشان نقدر أن احنا ننجزها، وتطلبت كثير من العمل. حلو. والجهد والسهر. أكيد أكيد، بس احنا لو تكلمنا عن معايير الجائزة أكيد هي معايير دقيقة جدا، يعني إيش الشعور لما وصلتي وحققتي هذا الهدف؟ طيب خليني أقول لك بس عن المعايير الرئيسية بالضبط. عن الجائزة، قدموا على الجائزة أكثر من 7,000، واللي قبلوا في الجائزة 400 شركة وشخصية. حأذكر من 21 معيار أبرز المعايير اللي كانوا طالبينها. يعني واحدة من المعايير أنه لازم تكون الشركة قدمت أفكار لمشاريع إبداعية من فكرة ونفذتها على أرض الواقع، استفاد منها أكثر من 5,000 عميل أو مشترك بشهادات تزكية من العملاء. 2، الشركة قادرة على أنها قدمت خطط تسويقية لمشاريعها بطرق إبداعية، وصلت على حسب المواقع الانترناشنال اللي بتعتمد عالميا لأكثر من 60 مليون impressions، وهذا الشيء احنا حققناه في مشاريعنا. 3، لازم تكون تستخدم التكنولوجيا بشكل كامل. 4، لازم تكون تقدم اكثر من 45 شهادة تزكية من قطاع حكومي وخاص بنجاح الاعمال والمشاريع اللي هي نفذتها. 5، وكان واحدة من المعايير الصعبة، انه ما لا يقل عن 10 موظفين في الشركة يكون لهم يعني انجازات متميزة وسجل حافل بالانجازات قدموها. بعد كده جات صعبة فعلا. صحيح. بعد كده جات المعايير الاخرى اللي هي تقديم افكار مشاريع عالمية تنفذ في نيويورك مقر الجائزة، وامكانية تنفيذها بلجنة حكم مكونة من 21 حكم واقناعهم بهذه الافكار، زائد انه اللي تدير الشركة هي صاحبة الشركة أو صاحب يعني معايير صارمة فعلا. أيوة. ولابد أنه يكون صاحب الشركة أو مالك الشركة بدأ العمل سواء في عمله الخاص ولا كعمل في واحدة من القطاعات وهو طالب في الجامعة. فهذه يعني بعض المعايير. لا يعني واحدة غيرك أستاذة نهى كانت شافت هذه المعايير كانت قالت لا فعلا. ما حأقدر. هو بفضل الله توفرت بعض المعايير، يعني اللي شجعني أنه بعض المعايير ساعد من البداية، كان بداية صحيحة أو الأساس كان صحيح. أيوة. من البداية صح؟ فهذا الشيء اللي حمسنا انه احنا يعني نطلع. طبعا اكثر شعور كان في الجائزه يوم الجائزه لما ترشحنا للنهائيات، احنا كشركه سعوديه وشركه امريكيه وشركه استراليه، وكان اعلان النتيجه. طب اوصفي لي احساس اول لحظه اللي سبقت الاعلان بالنتيجه. اكيد في توتر طبعا، اكيد كان في ترقب، اوصفي لنا الاحساس. طبعا انه وصلنا للتصفيه النهائيه كان ده بحد ذاته، يعني كانوا كل اللي بيرسلوا لي وبيقولوا لي يعني لو ما فزنا المهم انه احنا وصلنا للتصفيه النهائيه. كان عندي احساس انه ممكن ناخذ الذهب الفضيه، مو المركز الاول، ممكن المركز الثاني تو بي اونست صراحه، لان المنافسه مره كانت شديده. لحظه ما اعلنوا انه المركز الاول لمجموعه شركات اثراء الاستشاريه من السعوديه، ضجت القاعه كلها من 50 دوله وصاروا يصفقوا ووقفوا. انا
لوهلة كنت قاعدة في مكاني ماني مصدقة أنه إحنا أخذنا المركز الأول فعلاً. فأفتكر أنه الأول يعني أنا حسيت بشعور غريب وأنا ماني معاك ولا لي أي علاقة. فأنا الأول ستيب أفتكر أني أنا حطيتها كده على أرض المسرح وأنا أقول هذا حلم ولا حقيقة فعلا. رح نعرف هذا حلم جد ولا حقيقة، ولكن بعد ما ناخذ فاصل قصير أستاذة نهى اليوسف رح نرجع ونكمل هذه الفقرة الأكثر من رائعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء ابقوا معنا. الله يسلمك. ورجعنا لكم من جديد لاستكمال فقرتنا مع الأستاذة نهى اليوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة أثراء. يا هلا فيك من جديد. أهلا بكم. طيب لما نتحكى أكثر عن الحفل واللحظة اللي فزتي فيها بهذه الجائزة. طبعا زي ما قلت لك قبل الفاصل لما جيت أحط بعد ما أعلنوا، طبعا أنا كنت في حالة يعني دهشة، يعني ما كنت متوقع أن نأخذ المركز الأول على 400 شركة عالميا. كان my expectation انه احنا ممكن يكون المركز الثاني او المركز الثالث، وخاصه ان المنافسه كانت مع شركه امريكيه واستراليه. فلما قمت من مكاني وحطيت رجلي على اول ستيب على المسرح وقفت كده لثواني استرجع البدايات اللي بداتها، واسترجع انه فعلا السعوديه قدرت توصل وتحقق العالميه. فلما طلعت على المسرح واستلمت التروفي والدرع مطلوب مني اني انا اقول كلمه. طبعا كلمه ايب هذه اللحظه طبعا يعني كان استحضار الكلمه اصلا، يعني هم قايلين لنا من قبل انه جهزوا نفسكم. طبعا كل الكلمات راحت عن بالي طبعا صدمه كبيره يا ف بس كان عندي يقين بحاجه انه اليوم احنا في عصر ذهبي في تمكين المراه. صحيح. يعني طلعت حتى بالزي الرسمي، العبايه الرسميه السعوديه في وسط نيويورك، وبقول لهم I'm proud اني انا سعودي بزنس وومن واقفه على هذا الستيج لاحصل على هذه الجائزه التقديريه العالميه كاول امراه سعوديه وخليجيه تسجل اسمها في هذه الجائزه. طبعا كانت ردود الافعال بعد هذه الكلمه؟ طبعا هم عندهم يعني عارفه كان التصفيق مو طبيعي، ما توقعته حقيقه. بعد ما تنزلي معاك التروفي يمرروكي ما بين الطاولات اللي فيها الناس، فكان كميه التصفيق وكميه انه مبروك وكونجراتيشنز ويوقفوا ويصفقوا، يعني ما كان جائزه سهله. المعايير اللي مطلوبه في الجائزه ما كانت سهله ان الواحد يحققها، وبتتكلم على شركات في الخليج yes. ما حققتها، فما بالك يعني شركه من عندنا ولسه يعني تعرفي بتقولي انت بداتي وفشلتي في البدايه وطلعتي ف yes. فكان هذا الشيء جدا جميل. يعني حتى لما عملوا لقاء معنا في السي ان ان والبي بي سي كانوا بيقولوا امراه سعوديه كيف؟ يعني كان هذا السؤال. انا قلت لهم لا، احنا اليوم قادرين انه احنا نسجل مكانه. صحيح. عالميه، ورؤيه 2030 واحدة من أهم أهدافها في برنامج التحول الوطني تمكين الشباب والشابات السعوديين للمنافسة عالميا. فإحنا حصاد بيئة وحصاد مجتمع وحصاد رؤية عالمية فذة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون نموذج، وفي نماذج كثير إن شاء الله. طبعا إحنا عندنا نماذج كثير من النساء السعوديات اليوم يعني بيقدموا أشياء فعلا شيء الإنسان ما يقدر غير أنه يفتخر بيهم. خلينا نتكلم على جانب آخر وعلى جائزة جينيس لأكبر حضور في الفعالية، خلينا نتكلم عليها أكثر. طيب بالنسبة لجائزة جينيس طبعاً كان في ملتقى التخصصات. أي ملتقى التخصصات CYN. طبعاً جائزة جينيس كانت دريم من 2014، كانت حلم بالنسبة لنا أنه إحنا نوصل له. ليس فقط على مستوى الحضور، إحنا actually كانت الفكرة أنه إحنا كيف ممكن يكون في عندنا حضور لهذا الملتقى زائد جودة في تقديم الخدمة. ما كان ليكون إنه يكون في ده الحضور ونحقق رقم عالمي إلا بعد ثقة الشباب خلال 4 سنوات ماضية من تقديم الملتقى إنه محتوى جيد وبيفيدهم. حلو. خلينا نشرح للناس أكثر ملتقى التخصصات هي عملته شركة حضرتك للتخصصات للشباب. صحيح. فهذه التخصصات جاء أكبر حضور في العالم. صحيح. كم بلغ الحضور؟ 35,000. لما تواصلنا مع جائزة جينيس على أساس أنه إحنا نعرف أكبر ملتقى في العالم حضروه في مجال الإرشاد المهني وتحديد التخصص كان في نيويورك، وكان عدد الحضور 10,000.
هذه في سنة 2015 وإحنا أوريدي محققين 12,000 حضور. فقدمنا على الجائزة في 2016 بحضور وصل 35,000، كسر الرقم القياسي 3 أضعاف. هنا ما نقدر غير ان احنا ندق الخشب. ما شاء الله. طبعا هذا الشيء حصل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وهم الشريك الاستراتيجي لنا في تنظيم ملتقى التخصصات، واللي استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد يعني دعم الجهات الحكومية انه احنا نوصل لهذا العدد. طبعا ثقة الشباب فينا، العدد هذا اللي حققناه حقيقة في تسجيل لمدة 48 ساعة يعني بعد الإعلان عن الملتقى. وكان التحدي عندنا في 2016 إنه إحنا ما نعلن عن اسم أي متحدث، نعلن عن اسم ملتقى التخصصات فقط. عشان الناس ما هي جاية عشان أسماء السبيكرز أو المتحدثين، جايين عشان محتوى الملتقى. صحيح. وفعلا أعلننا عن الملتقى فقط، وفي غضون 48 ساعة أقفل التسجيل على 37,000 على مستوى 5 مدن. جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ نهى، بعرف أكثر منك ملتقى التخصصات، إيش كان الأهداف اللي هو قائم عليها وإيش الأشياء اللي حققها غير الحضور الهائل اللي بنتكلم عنه؟ طبعا ملتقى التخصصات عنده 5 أهداف رئيسية. أولا مساعدة الشباب على إجابة على أهم سؤال موجود عندهم اللي هو من أنا، إيش هي نوع شخصيتي، من خلال مجموعة من الاختبارات اللي بنقدمها اللي هي اختبارات CYN. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعرف بالضبط كيف ياخذ قرار في أنسب مجال دراسي يدرسه يؤدي إلى حصوله إلى وظيفة مناسبة له ولاحتياجات سوق العمل. حلو. هذا من خلال برنامج استشاري متكامل بيقدم على يومين الملتقى في أيام الملتقى. رقم اثنين، اطلاعه على إيش هي الفيوتشر ووركس أو أعمال المستقبل اللي حيكون لها مجالات أو تخصصات عمل رئيسية، حتى لو ما درس جامعة ممكن يكون من خلال دورات أو ورش عمل بسيطة أو تجارب بسيطة يقدر يشتغل فيها. فبالتالي ما نبغى تكدس في الجامعات. حلو. لناس ما تنفع تدرس أصلا جامعة. صحيح. النقطة الرابعة، عرض أكثر من 160 خبير في 160 مجال مختلف عشان يتعرفوا الشباب على إيش هي هذه المجالات، كيف ممكن أتميز فيها، إيش ممكن أدرس فيها، إيش الاطلاع أو المجالات اللي ممكن أروح فيها. 5، تقديم مبادرات من سوق العمل للشباب للعمل في الفترات الموسمية. وقدمت هنا عندنا مجموعة من الشركات وصندوق تنمية الموارد البشرية فرص عمل زي انترنشيب للشباب في فترة الصيف، على أساس إنه هو فعلا أنت مثلا قلت إنه هذا التخصص مناسب لي بيست على الاختبارات وعلى حضورك للملتقى، نبغاك تطبق في فترة الصيف. حلو. فطبق عندنا ما يقارب 10,800 شاب يعني الصيف الماضي عملوا، وبعد كده عملنا دراسة. كل سنة بعد كل ملتقى بناخد عينة من 3,000 وبنتواصل معهم بنشوف هل فعلا هم أثر الملتقى في حياتهم. أيوة. فالحمد لله النتائج كانت تتراوح ما بين 80% إلى 91% نسبة نجاح. موضوع رائع صراحة، وأهداف كانت أكثر من رائعة. صح. بعد هذا الإنجاز طبعا الكبير ما شاء الله، هل كنتم مقررين فكرة جينيس ولا هذه الفكرة جات بعدين بعد ما انتهى الملتقى واستوعبت انه عدد الحضور كان كبير؟ طبعا زي ما قلت لكم من 2014 كان حلم انه احنا يعني نحصل على جائزة جينيس. وباي ذا واي احنا حصلنا على جائزة جينيس في مجالين، ليس فقط كأكبر حضور. برضو حصلنا على جائزة جينيس 2015 عن أكبر انتشار على مستوى العالم كحملة تسويقية لفعالية. وصلنا إلى ما يقارب 19 دولة حضور للملتقى، حضروا عندنا من 19 دولة، زائد وصلنا في أرقام السوشيال ميديا إلى 132 مليون إمبريشنز على مستوى العالم. فهذه يعني كانت نجاح محتوى ونجاح حضور وعدد ونجاح تسويق. صحيح. طب فاليوم احنا بصدد انه احنا نصدر هذه التجربة السعودية والنجاح السعودي للدول العربية والعالمية. فعلا. تنتظرنا مدينة نيويورك لعام 2018 انه احنا ننظم ملتقى التخصصات كخدمة سعودية او منتج سعودي في مدينة نيويورك. فعلا. طب استاذ نهى، بعرف منك اكثر بعد هذه الجوائز وهذه الأرقام القياسية اللي أنتوا دخلتوا فيها، يعني ما شاء الله تبارك الله أكيد صار عندكم دفعة للمستقبل، صار عندكم يعني رؤية أكبر من كذا، فإيش الأشياء اللي تطمحوا لها في المستقبل؟ طبعا الأشياء اللي إحنا نطمح لها في المستقبل كبيرة.
هو الجوائز ما شاء الله الجوائز اللي احنا حصلنا عليها نبغى نحافظ عليها للسنوات صحيح. السنوات القادمه نبغى نحصل عليها باذن الله مره ثانيه، زائد انه احنا نبغى نتوسع ونكبر في الخدمات اللي احنا بنقدمها كتوسع محلي وعالمي باذن صحيح. الله تعالى. الان عندنا العديد من الفرص انه احنا نوسع خدماتنا وانشطتنا الى خارج السعوديه كشركه زي ما قلت سعوديه، وهذه هي المرحله الجديده اللي احنا مقبلين عليها باذن الله تعالى. اكيد هذا الشيء بيساعدكم يعني مستقبلا حتى مع يعني الناس اللي حتبدا تتعاونوا معاهم بعد هذه السمعه ما شاء الله تبارك الله الكبيره. صحيح صحيح، احنا ما شاء الله تبارك الله اليوم حقيقه يعني ما احنا ملحقين على الطلبات اللي احنا موجوده عندنا سواء من شركات خاصه او من شركات من قطاع حكومي. يعني الحمد لله قدرنا نوصل لمكان ما اقدر اقول هو بس شو اوف، لا احنا قدرنا نوصل لهذا المكان بعد دراسة وخبرة واحتكاك بالسوق بشكل مباشر واحتكاك بالشريحة المستهدفة اللي عندنا، مكنتنا ان احنا نفهم ايش يبغوا ومكنتنا انه احنا نعرف نطرح المبادرات المناسبة لهم بشكل صحيح. رئيسي صحيح. لكن ما اقدر اسألك ايش هي، يعني ما اقدر اضيع هذه الفقرة بدون ما اسألك ايش هي طموحاتك او احلامك الجاية او الاهداف اللي ودك تحققينها في الفترة الجاية على صعيد صعيد عملي. زي ما قلت أطمح إن شاء الله بإذن الله تعالى إثراء يكون لها ما لا يقل عن 7 فروع في العالم بإذن الله تعالى. على الصعيد الشخصي بإذن الله تعالى أطمح أن يكون لي بصمة مميزة في تاريخ المرأة السعودية. أنت وضعت البصمة خلاص وضعت صحيح. تكون لها أثر على مستوى عالمي كأهداف وكإنجازات وتحقيق بإذن الله. هل هذه الجوائز غيرت أو أثرت على الشركة حقتك الأفضل؟ طبعاً هي أثرت ولا شك يعني في هذا الموضوع. إحساس فريق العمل عندنا بالجودة اللي إحنا قدمناها، ثقة العملاء اللي بيتعاملوا معانا وثقة العملاء المحتملين إنه إحنا بنقدم خدمات على مستوى عالي ومستوى متميز. هذا الشيء طبعاً أثر بشكل مباشر. زاد عندنا الطموح وزاد عندنا حقيقة التحدي صحيح. لأنه سقف التوقعات صار من المجتمع أعلى. عندنا أعلى في الإنجازات اللي إحنا بنحققها، وهذا الشيء صارت العين عليك أكثر. صحيح، هذا الشيء خلانا أنه إحنا نفكر في استحداث قسم كامل للكرياتيفيتي والإبداع بعد ما كان يعني مقتصر على شخص أو شخصين. لا الآن صار الإبداع في التقديم والجودة في التقديم هي أهم معايير إحنا بنحرص عليها فعلا. لانه كل شيء احنا بنحاول نقدمه بنقول ايش الاضافه اللي احنا بنضيفه فيها فعلاً. وهذا السؤال صعب فعلا. طب استاذ وما زلنا ترى في البدايه، لسه انتوا في البدايه. انا اشوف انه احنا في البدايه، بس انا ابغى اوصل مع مشاهدينا ومتابعينا اللي بيشوفونا حاليا الحوار اللي قمنا فيه خلف الكواليس. مين هي نهى من وهي صغيره؟ الفضول اللي كان في نهى عشان توصل لهنا، هل نهى من يومها كانت انسانه ناجحه؟ وايش العتبات او الاشياء اللي عديتي فيها عشان توصل لهذه المرحله؟ طبعا انا كنت شخصيه مشاكسه من انا صغيره في البيت وحتى في المدرسه من سادس ابتدائي، وانا بدات اسال لما كنت اروح المدرسه. طبعا احنا بنتعلم هذه الاشياء، واروح اشوف في التلفزيون اياميها انه عقد اجتماع بين شركه كذا وكذا وتم الى توقيع صفقه في مجال كذا. كنت اسال اقول يا ترى هذا الشخص وذا الشخص كيف عرفوا انهم هم يحبوا ذا الشغل ويعرفوا انهم هم يشتغلوا في المكان الصح؟ كنت اشوف انه هم بيعقدوا اجتماعات. فكنت انا في الابتدائيه اروح للمدرسات في المدرسه اقول لهم طب انا كل التلفزيون والشغل بيقول انتوا ليش بتعلمون؟ عشان في النهايه حنتخرج عشان نشتغل. تقول لي ايوه. اقول لها طيب كيف يسوي اجتماع؟ كيف اعرف انه ها انا بشتغل في المكان اللي انا احبه؟ طب هذا بيشتغل في ذا المكان اللي يحبه ونجح. فكانوا يقولوا لي بدري، مره بدري على هذا السؤال. حقيقه فضل هذا الهاجس وهذا السؤال يمشي معايا في مرحلة المتوسطة. شغف في البزنس منذ الصغر. وصلت مرحلة الثانوية أفتكر مكتبي إلى الآن في البيت ما كنت أحطه على الجدر، كنت أحطه الكرسي على الجدر ومقابل الغرفة قدامها كرسيين. كنت أتخيل طوال ما أنا بذاكر في مرحلة الثانوية أنه قدامي كلاينتس وعملاء. حلو. أني أنا قاعدة بتعامل معاهم. أستاذة نهى كمرأة أيوة. سعودية ناجحة أكيد بتفرج علينا الكثير من السيدات أمام الشاشات عندهم أهداف وعندهم طموحات حابين يوصلوا لها. إيش ممكن تنصحيهم أو إيش ممكن توجهي لهم رسالة؟ طبعا الرسالة الرئيسية للمرأة بالذات، كان في فكرة وتصور سابق أنه المرأة الحواجز اللي أمامها كثير.
الحواجز هي فكرة، والإصرار والاستمرار بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى هي أهم سلاحين عند المرأة عشان تقدر أنها هي تتميز وتنجح. الدخول في مشاريع كثير متشعبة، والدخول في مشروع والخروج من مشروع، والدخول في وظيفة والخروج من وظيفة، ما هو صحيح. تحديد هدف واضح والإصرار عليه واحدة من الأشياء اللي تساعد على النجاح. التجربة جميلة، وما في نجاح بدون ألم. صحيح. لكن علينا تتخطى العقبات. صحيح. اليوم لا تستسلم. الإصرار، الحرص على الجودة، الحرص على التميز، عدم مقارنة الذات بناس أقل، مقارنة الذات دائما بالناجحين. هذه واحدة من الأشياء اللي مهمة جدا. واحدة من الأشياء اللي كنت أشوفها دائما عند المرأة بشكل عام خوفها من الشراكة، إنها هي تدخل في شراكة في مشروع مع أشخاص تانين. بالعكس، الشراكة إذا تم اختيار الشريك المناسب في العمل حتنجح وتكبر بدل ما انها تبقى في مكان. بالضبط. استاذه لو ما نقدر نختم هذا النقاش من غير اكيد ما اقول لك احنا جدا فخورين فيك. جدا فخورين فيكي وفي الجائزه هذه الاكثر من رائعه، ونتمنى لك التوفيق. والصراحه ما شاء الله تبارك الله، يعني ثقيله والله، ثقيله ومطليه ذهب ما شاء الله تبارك الله. هناخذها معانا البيت شكلنا اليوم. لا الا هذه ما اتوقع انها تتنازل عنها ابدا بعد التعب كله. والله ما نقدر نقول غير احنا فخورين فيكي. الله يسلمك وتستاهلي كل خير. الله يسلمكم. الرئيس التنفيذي لمجموعه اثراء استاذه نهى اليوسف، كنت ضيف رائع، نتمنى لك كل النجاح. اهلا فيكي. شكرا لكم مشاهدينا، ومن هنا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقيه فقراتنا لهذا اليوم. بعد أن أصبح التوتر والقلق سمة العصر والاكتئاب والأرق ضريبة التقدم، أغرقت الحبوب المسكنة للعضلات الصيدليات، فقد أصبحت في متناول كثير من الناس، وباتت تدق أبوابنا بهدف جذبنا إلى تعاطيها. تحتاج هذه الأدوية لنوع من الوعي والإشراف الدقيق من الأطباء بعد أن شكلت حالات عديدة نوعاً من الإنجراف ورائها وأصبحوا أسرى الهدوء الذي تقدمه وغير قادرين على الاستغناء عنها. أشارت نتائج دراسة أجريت أن هناك شخص من بين كل 5 أشخاص من البالغين تم وصف دواء مهدئ له في مرحلة ما من مراحل حياته، وحوالي 5% من هؤلاء الأشخاص يصبحون مدمنين أو معتمدين على هذه الأدوية المهدئة بشكل دائم. توصف هذه الحبوب بأنها قنابل مؤقتة، لأن البعض يتناولها لأسباب أخرى غير علاجية لكونها تعطي شعورا مخدر، فهذه الحبوب ممنوعة قانونيا ويجرم النظام الطبي صرفها بدون وصف الطبيب. أعزائي المشاهدين، لمناقشة الموضوع نرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد الوهيبي، مستشار قانوني وعضو في برنامج الأمان الأسري. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. مساء النور. اليوم نتكلم إحنا عن الأدوية اللي صارت للأسف منتشرة في المجتمع، وهي ممكن تكون أدوية مسكنة، في بعض الأدوية مسكنة لكن مع جرعة معينة تنقلب لمخدرات. قد إيش أثرها هذا على المجتمع؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الظاهرة هذه يعني كارثة بكل المقاييس، لأنها تستهدف فئة يعني هم أمل المجتمع، هم أمل الدولة، يعني فئة العمرية من 18 سنة إلى 23-24 سنة هم أكثر نسبة متعاطية وليست مستخدمة لهذه الحبوب النفسية. طبعا إذا جينا قلنا وش حجم الضرر اللي حاصل، حجم الضرر كبير جدا من ناحية العلاقات الاجتماعية، من ناحية العلاقات الأسرية، من ناحية العلاقات، من ناحية الإنتاج، حتى في التحصيل الدراسي. الأمور هذه كلها يتأثر فيها. طيب إذا الشخص هذا فقد المجتمع وفقد أسرته وفقد دراسته، ايش اللي تبقى له؟ ممكن يكون مجرم يوم من الايام هذا الشخص. مش مجرم. الحبوب هذه كثره استخدامها قد تحرضه على الانتحار. لانه هو اساسا يكون مثلا متوهم انه عنده اكتئاب.
متوهم أنه عنده اكتئاب، فيبدأ يأخذها بجرعات عالية، فبالفعل يصبح شخص لديه مرض نفسي اللي هو الاكتئاب. طبعا أنا عتبي أولا وأخيرا والمسؤولية كاملة على هيئة الغذاء والدواء. ولسبب، هيئة الغذاء والدواء هي المسؤولة عن كل ما يسمى دواء أو كل ما يسمى بمركب طبي يدخل إلى المملكة العربية السعودية أو يتداول داخل المملكة العربية السعودية. هل يعقل أن هيئة الغذاء والدواء لا تعلم أو لم تلاحظ ارتفاع نسبة استخدام هذه الحبوب النفسية مثلاً خلال الخمس سنوات الأخيرة؟ يعني قصدك لازم يكون في إثباتات وتتابع المبيعات اللي تكون موجودة في الصدريات؟ طبعاً، لأنها مجرمة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل هناك حملات توعوية سواء في المدارس أو في الجامعات أو ما شابه؟ لا، إحنا عندنا الحملات التوعوية من يوم حنا كنا في المدارس ومن يوم أبائنا كانوا في المدارس إلى اليوم هي عن المخدرات وعن الحشيش، لكن لا يوجد هناك توعية أنه هناك حبوب قد تتسبب في الإدمان. بس مكتوبة في الرشدة نفسها الجانب الآخر من الإفراط في استخدام هذا الدواء يؤدي إلى كذا وكذا وكذا. هذا ممكن أنا ممكن أنت تستوعبيها، لكن هل طالب مثلا في المرحلة الثانوية بيأخذ رشدته وبيقرأها، بيجي صديق له أو بتيجي وحدة أو تيجي صديقتها وتعطيها الحبة هذه، هل هناك توعية داخل المدارس خاصة بالحبوب النفسية أنه احذروا مثلا من الحبوب النفسية واحذروا مثل ما فيه توعية مثلا من الحبوب المنشطة؟ لا، لا يوجد. والمشكلة الأكبر من كذا أستاذ محمد، ترى تدخل أي صيدلية في نوعية حبوب معينة مثلا مهدئة مسكنة وعادة تنباع، تقدر تأخذها على طول. المصيبة مش هنا، المصيبة والكارثة الأعظم استخدام الحبوب النفسية هو يؤدي إلى الإدمان، لكن قد لا يوجد علاج لإعادة الشخص لما هو عليه مثلا من وعيه أو من إدراكه أو من تفكيره أو من الخلايا التي تدمرت في المخ. ليش؟ لأنه الحبوب النفسية تلعب في ما يسمى علميا بكهربة المخ. المخدرات في مرحلة من المراحل تؤدي إلى هذه التلفيات، لكن إذا ما وصلنا لهذه المرحلة ممكن العلاج من المخدرات. طب إيش رأيك أستاذ محمد؟ فبالتالي فبالتالي الحبوب النفسية هي أخطر من الحبوب المخدرة أو المخدرات اللي المعروفة. طب خلينا نشوف الرأي العلاج النفسي. أعزائي المشاهدين، معي عبر الهاتف الدكتورة هدى سعد الوهيبي. مساء الخير دكتورة. مساء الخير أختي دلال. دكتورة، إيش هي المخاطر الصحية والنفسية المترتبة على تناول الأدوية المسكنة من الناحية النفسية؟ أولاً حابة أمسي عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أولاً هي مخاطر صحية ونفسية واجتماعية وأيضاً مادية. تناول الحبوب النفسية من غير ضرورة أو تحت إشراف طبيب نفسي وليس أخصائي نفسي طبيب تؤدي إلى جميع هذه المخاطر. فصحياً معظم الأدوية النفسية تسبب إلى إدمان. نفسيا تؤثر وتتحكم بالنفسية والمزاج بشكل جدا كبير، كمان السلوك والسلوك أيضا، بس المزاج بشكل أكبر لأنها تشتغل على الدماغ والأعصاب. اجتماعيا تأثر على العلاقات العائلية لأن الشخص يصير مزاجي، يصير شكاك بشكل كبير، يتخيل حاجات أساسا ما صارت. لكن إننا نبغى نحدد سلوك محدد، نقول إنه هذا والله يستخدم الحبوب أو يتعاطى كما قال أخوي محمد، لأن هي ما هي مخدرات، هي حبوب عادي تنباع في الصيدليات، ما هي ممنوعة، لكن يجب أن تصرف بوصفة طبية، وأحيانا قد تسمى بالوصفة الحمراء من شدة خطورتها. هي تصرف لمرضى الاكتئاب، للتوتر والقلق، وأحيانا تصرف لأمراض معينة بالعظام، لكن للأسف أصبحت تستخدم لتحسين المزاج أو الوصول إلى نفس شعور المدمن. اللي ما يعرف البعض إنها تسبب إدمان، وأيضا استخدامها بغير الوصفة يؤدي إلى أمراض نفسية كبيرة قد تصل في الشخص إلى الذهان. ولكن إذا حبينا نعرف بعض السلوكيات عشان نعرف مثلا هذا يستخدم حبوب أو ما يستخدم، بالأغلب يكون هذا الشخص يتوهم له أشياء، يتخيل أشياء ما هي موجودة، يكون شكاك بدرجة كبيرة، مزاجه يتحكم فيه من الدرجة الأولى. نعم. طب أنتوا كأطباء كيف تشوفون، هل تشوفون في استهتار فعلا أنه أي أحد صار يقدر يصرف بعض الأدوية اللي تؤدي مثلا إلى أنه هذا النوع من الإدمان؟ نعم، للأسف في بعض العيادات الخاصة وليس الحكومية
في حال والله دفعتي زيادة، دفعتي عندك واسطة في العيادة الفلانية، نصرف لك الوسطة. نعم طبعا. نعم كل الشكر لك دكتورة هدى الوهيبي، شكرا لك أخصائية العلاج النفسي، شكرا لك. أرجع لك أستاذ محمد، يمكن هي قالت نقطة مرة مهمة، سهولة صرف الأدوية هذه والرشتات ممكن يكون من مصادر ثانية غير حكومية، إيش العقوبات اللي تترتب على هذا الشيء؟ طبعا يعني في ناس تعتقد أنه ما تم تجريم هذه الاستخدام هذه العلاجات، لا هي طبعا مجرمة بموجب ما يسمى بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ما هو المقصود بالمؤثرات العقلية؟ هي أي مادة يتم تعاطيها وتقوم بالتأثير على التصرفات أو على الجهاز العصبي أو على الخلايا العقلية. فبالتالي هذه الحبوب طالما أنها تبدأ تتحكم بهذه الأمور فهي تندرج من ضمن المؤثرات العقلية. أنا أناشد وزارة الداخلية بعدم يعني إحنا في عندنا جدول، الجدول هذا ملحق بنظام مكافحة الجرائم نظام مكافحة المخدرات ويتم تحديثه كل فترة وفترة. يعني هي مدرجة مع المخدرات ولا لا؟ مش الكل، لأنه الآن حساسة الآن نزلت الحبوب نوعية سين بدأوا يستخدموها الناس، التفتت لها الدولة بأنها حبوب تؤدي إلى الإدمان أو أنها أشبه ما يكون بحبوب مخدرة. اللي تنزل في الجدول اللي هو اللي مثلا سيتم إصداره بعد 6 أشهر يكون نزل نوع حبوب جديد وفي ناس أدمنوا عليها بالضبط، فيبدأ الناس تنتقل. إيه؟ في كارثة أعظم، هناك كثير من المواقع ومن الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بوصف هذه العلاجات والتركيبات وآلية استخدامها وحجم المستوى من المزاج اللي تبغى تسويه، أنا أعطيك تركيبة معينة. في مقولة شهيرة جدا إحنا نقولها من يوم إن إحنا صغار، يقول لك فلان فيوزه ضاربة. إحنا أنا إلى فترة قريبة أعتقد أنه كلمة فلان فيوزه ضاربة أنه هذه ترى جملة عامية، هي جملة علمية 100%. ليش؟ الحبوب النفسية تتحكم فيما يسمى بماذا؟ كهربة المخ. إذا زادت الكهربة هذه تضرب جزء من خلايا المخ فتعتبر ضرب فيوزة. هي كمان الحبوب النفسية خطرها أكبر من المخدرات عشان في تلف الدماغ بالضبط. فبالتالي أنا أناشد وزارة الداخلية لأن هي المسؤول الأول والأخير عن حماية المجتمع وعن أمن المجتمع بطلبين. الطلب الأول هو تخصيص أماكن محددة في كل مدينة خاصة ببيع كافة العلاجات النفسية، أي شيء يخص العلاج النفسي وصل لمرحلة المخدر، ما وصل لمرحلة المخدر يكون من خلال صيدليات معينة أو منشآت معينة. الطلب الثاني والذي نناشد به يعني منذ فترة ونتطلع إلى تطبيقه قريبا، أن يكون هناك ما يسمى بالتحليل الوقائي ويكون من أثناء فترة المرحلة الدراسية مثلا المتوسطة. هذه في المدارس يعني شيء يكون على الطلاب نفسهم؟ هذا اللي احنا نطالب فيه، انه يكون ما يسمى بالتحليل الوقائي. ليش؟ انا ما اقول انه اشكك في الطلاب اللي موجودين عندنا، ولكن قد يخدع هذا الطالب. قد يخدع من زميل، قد يخدع من شخص، من قريب، من اي شخص. فبالتالي بحيث انه ينشا عندنا جيل واعي، جيل يعلم ما هو حجم المخاطر، جيل نكون متاكدين من خلوه من تعاطيه للمواد المخدرة أو العلاجات النفسية التي تتسبب في هدم الأسر. كم من قضية طلاق وطلب فسخ عقد نكاح في المحاكم موجودة بسبب تعاطي الحبوب النفسية وإدمانها لأنها تسبب اضطرابات عند يعني الزوج أو عند الزوجة. إحنا نطالب الحين الركائز، إيش الركائز اللي لازم نوجهها للمجتمع والمطالبات اللي نوجهها كمان للمجتمع؟ إحنا وجهنا لوزارة الداخلية، وكمان فيه سؤال مرة مهم، هيئة الدواء والغذاء كمان أنتوا تطالبونهم بإيش بالضبط؟ أن يكون هناك تشديد ورقابة وعمل نشرات توعوية خاصة بالعلاجات النفسية. يعني إحنا مع احترامي لهيئة الغذاء والدواء نشوفهم ينزلون مثلا تحذير خاص بالشامبو الفلاني أنه يسبب التهاب في قشرة في فروة الرأس. هذا أولى ولا الأولى أني أنا أجي أنصح يا جماعة الخير ترى العلاجات النفسية يجب أن تصرف بكذا، وأجيب حالات معينة، أجيب حالات أقول أن الشخص هذا مثلا أدمن على مادة معينة لفترة معينة فتسببت له دمور في المخ أو إلى آخره. هذا هو صميم عملها. بالإضافة إلى نشر تقارير أو إحصائيات خاصة بهذه النسبة، بحيث أنه
حتى احنا في المجتمع نكون عارفين ايش النسبه اللي مرتفعه العمر، بحيث انا مثلا عندي بنت او عندي ابن مثلا في المرحله المتوسطه، عارف انه هل هو معرض لهذا الشيء او غير معرض. طبعا هذه كلها رسائل مجموعه، لكن الرساله حتى للمجتمع كمان، ايش ممكن احنا نوجهها للمجتمع؟ المرض النفسي هو مرض نفسي لا خلاف عليه، وهو مرض وشيء علمي ولا خلاف عليه، ولكن أوصي نفسي وأوصي السادة المشاهدين بتقوى الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل فيه شفاء للقلوب، فلا نلجأ لهذه العلاجات التي إلا ما يكون لها مردود سلبي، وأن نلجأ إلى بيئة التمسك بطاعتنا لله عز وجل والرجوع له وقوة إيمان. نعم طبعا كل الشكر موصول لك الأستاذ محمد الوهيبي، شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، كاميرا سيدتي تأخذنا في جولة على CAS بازار اللي ختمت فعالياته أمس بجامعة الفيصل، خلونا نشوف التقرير. أنا عندي مشروع، طبعاً قبل أسبوعين أخذت جائزة أفضل طاهي في مسابقة هوريكا، كان طبقي هو برجر. من الفكرة هذه سويت المشروع حقي. فكرتي سندوتشات غير عن التركة الثانية، نقدم سندوتشات وأطباق أو السندوتشات هذه كلها من التذكاري. في البداية أول ما دخلت مجال الطهي كان حلمي أن يكون عندي فوتراك، ومن الفوتراك يصير عندي مطعم، والحمد لله بديت في المشروع هذا، وخطوة أن يكون عندي إن شاء الله سلسلة مطاعم. مشروعنا إحنا نسوي كستمايزبل تي شيرتس وهديز وسويترز كابس، عندنا خواتم حتى، نخدم طلاب المدارس والجامعات. فمثل ما برا عندهم مثلا جامعات زي ستانفورد وهارفرد عندهم الهديز حقتهم، نبغى نسوي نفس الشيء بس لسوق الخليج. ليش سوينا المشروع هذا؟ لاحظنا ان الناس عندهم مشكله في الجوده الموجوده هنا في البلد، فالمطابع الموجوده مره جودتها سيئه، فقلنا نقدر نقدم شيء مختلف ونقدر نوصل للزبائن بطريقه مختلفه وطريقه جديده وحديثه. فهذا اللي خلينا نبدا. مشروع عباره عن انه نطلع عن الافكار المعتاده، بحيث ان لما الواحد يكون عنده مناسبه الناس يكتبوا له ذكريات، فبدال ما يكون الناس تكتب له بكتاب، فلا يكتبوا له على زي القلوب اللي احنا قبل شوي تتعلق في شجرة، أو على لوحة، أفكار ثانية، وكمان ننسق ورد صناعي وطبيعي على حسب الطلب. احنا عندنا تيربنز تنلبس بأربع أشكال مختلفة، شيء مبتكر، احنا طورنا الفكرة هذه، وعندنا كمان عبايات من تصميمي الخاص. اللي عندها أفكار تبدأ ما تتأخر، يعني أنا شاركت في هذا البزار، قلت إذا ما شاركت في هذا البزار ما حيجيني الشجاعة أني أبدأ وأشد حيلي، لأني موظفة كمان، هذا my side business، هذا just كده يعني for me to have fun وأنبسط فيه يعني. فبالعكس عندك فكرة ابدأي وما حتخسر شيء، بالعكس حتكسر 100% أنك جربتي وخطي التجربة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد فقرات سيدتي مستمرة. رجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل من المنطقة الشرقية نحو جدة، حلقة مجموعة من الأعمال التشكيلية وحطت رحالها في صالة تسامي. طبعا الفنون التشكيلية لتكون ملامح معرض ألوان شرقية، والذي شاركت فيه 18 فنانة تشكيلية. فعلا أسرار، المعرض جاء ليدعم التبادل الثقافي الفني بين جميع المهتمين بالفنون البصرية في تجربة شرقية على أنغام غربية. حلو الكومبينيشن هذا، حنتكلم فيه أكثر في هذا الموضوع ومع هذا المعرض كله مع ضيوفنا الفنانة التشكيلية عصمة المهندس، رئيسة غاليري وألوان،
والفنانة التشكيلية زينات المهندس. يا هلا فيكم نورتونا. يا هلا ومرحبا. بداية نبي نبدأ بأستاذة عصمت، أولا ألف مبروك على المعرض وعلى نجاح المعرض. الله يسلمك، شكرا لكم وشكرا لروتانا. أهلا أكيد. طبعا أستاذة عصمت، بداية نبي نعرف إيش فكرة المعرض هذا؟ فكرة المعرض هو الانتقال بالفنانة التشكيلية السعودية إلى مختلف المناطق داخل المملكة وخارجها، وطبعا السعي إلى رقي المستوى في داخل ألوان جاليري. فالهدف والرسالة والرؤية لألوان جاليري هو أولا رفع المستوى، وبعدها إقامة المعارض والملتقيات خارج المملكة وداخلها. حلو. صح. حلو. طيب لو تكلمنا شوية عن التجربة، ما هي تجربة الفن للفنانات التشكيليات اللي كانوا مشاركات في المعرض؟ أيوة. خلينا نتكلم عنها أكثر، وكمان عن نوعية الأعمال المشاركة. أيوة. الأعمال المشاركة هي نتائج الرقي المستمر في ألوان جاليري بإقامة المحاضرات والورش لرفع المستوى. والمعرض هذا هو ثالث معرض لمركز ألوان جاليري، بعد المعرض الثاني كان في البحرين، كان ملتقى في منتزه العرين، والملتقى الأول كان في منطقة الشرقية في منتجع الراشد، وكان هناك معرض في جمعية الثقافة والفنون التشكيلية في المنطقة الشرقية. ممتاز. فحبيت أني أنتقل بالفنانات إلى هنا. إحنا مجموعة تقريبا 40 فنانة، لكن اللي كانوا الحين مشاركين في معرض جدة هم فقط 18 فنانة. جميل جدا. ننتقل أستاذة زينات. يا هلا فيك أستاذة زينات. أنت كنت إحدى المشاركات في هذا المعرض، فحدثينا أكثر إيش كان دورك في هذا المعرض وإيش الأشياء اللي عرفتيها؟ والله أنا طبعا مشاركة مثل أخواتي الثانيين فنانة مثلهم. شاركت هالمرة بلوحتين. حلو. هالمرة يعني لوحتي واحدة كانت تجريدية بتقنية التنقيط، وهاي شيء جديد علي. يعني هاي أول. إيش هي تقنية التنقيط؟ هاي يعني تقنية غير يعني. غريبة يعني. جديدة. مو مثل اللي كنت أنا أسويها دائما. حلو. هاي شيء جديد، وطبعا حاولت إني أسويها يعني هالمرة وطلعت الحمد لله نجحت. جميل. صارت حلوه واجد. احيانا الواحد لما يطلع من الشيء اللي متعود عليه ممكن يبدا فيه اكثر من الشيء اللي متعود طبعًا عليه. طبعا طبعا. وكان يعني شيء اني انا حبيته واجد، وقلت الحين حستمر في هاي يعني التجربه الجديده. وحبيت والشيء الجديد اللي انا شفته من اخواتي هنا المشاركات الفنانات، شفت اشياء جديده، اشياء حلوه، وحبيت جدة كانت غير. الفنانات كانوا يعني نورت جدة. إيه الله يسلمك. الله طيب يعافيك. طيب أستاذة زينات، لو تكلمنا شوي عن هذه التجربة، إيش اللي ميزها عن باقي تجاربك، سواء اللي كانت في المهرجانات أو المشاركات اللي داخل المملكة أو خارجها؟ يعني هذه التجربة إيش اللي كان يميزها؟ إيش اللي حسيت يعني إنها مميزة؟ إيش معنى هذا؟ تقصدين يعني جدة؟ ايوه اللي بجده. جده والله، لانها طبعا انا كانت عندي مشاركات، كنت سوينا في منطقه الشرقيه وفي الكويت في دبي وفي الامارات وبعدين في الاردن ولبنان كان عندنا، بس هذه غير، هذه اول مره. ليش هذه غير؟ لان هي في السعوديه بس في المنطقه الثانيه. بالنسبه لي انا كانت يعني تجربه جديده، انا ما كنت متوقعة يعني انها تكون سيم يعني نفس الشيء. فطلعت انه يعني كنت شوية خايفة مثل ما تقولون، يعني قلت هذه يمكن يكونون كلش غير عنا، بالعكس نفس الشيء وطلعت بالعكس. صار عندنا وعي اكثر للفن. والفنانات هنا الان جدة يعني ما شاء الله عليهم ورود، يعني رحبوا فينا احسن ترحيب. كيف هي قاعده تمدح فيهم؟ انا حاسه ان المدح بيجي فينا، لا تسالوني ليه. صراحه يعني ما كنت متوقعه صراحه. يعني ترحيبنا الله يسلمك. ان شاء الله. ننتقل مره اخرى للاستاذه عصمت، ابغى اعرف اكثر عن هذا المعرض، او نتكلم اكثر عن المعارض مثلا في الشرقيه. ايش بتتوقع الاختلاف بين المعارض في الشرقيه والمعارض في جده؟ هل حسيتي في اختلاف ولا تقارب؟ والله ما في اختلاف، لان احنا دوله واحده، المملكه العربيه السعوديه، نفس التقاليد، نفس العادات، نفس الاتجاهات تقريباً. من ناحيه الفنون التشكيليه، والانتقال من المنطقه الغربيه للمنطقه الشرقيه جدا سهل بالنسبه لنا. صحيح. اكيد فعلا. الحين احنا عندنا الرؤيه حقتنا هو رفع المستوى
وإقامة المعارض على مدار العام، والانتقال من الشرقية إلى الغربية يعطينا خطوة جديدة أن احنا نبين مو بس مش بس للبنات السعودية، عندنا بنات من الخليج أكيد. ومن مصر ومن لبنان ومن هنا طبعا سوريا. بيصير نقل تجارب، نقل تجارب بالضبط، نقل تقنيات ونقل أفكار جديدة، والرؤية حقتنا دائما نسعى إلى الأفضل. حلو، فجدة خطوة جميلة لنا، خطوة قوية، أن الفنانات في جدة كلهم كانوا جايين المعرض ورحبوا بالمجموعة اللي جاية، هالمجموعة كانت جاية قليلة، يعني كان في تفاعل في مع المرأة في المنطقة جداً الشرقية في الفنون البصرية. المستوى الثقافي في المنطقة الشرقية ترتفع يوم بعد يوم، جميل والحمد لله. وعندنا احنا الخطوة الثانية، ألوان جاليري قاعدة تسعى إلى الانتقال إلى الكويت بعد جدة إن شاء الله في 23 فبراير، لنا مشاركة ولنا فعالية ولنا سمبوزيوم. الله يوفقكم يا رب. لكن أستاذة عصمت، إيش هي المحاضرات والورش اللي بتقدموها في هذا المجال؟ مختلف أنواع المحاضرات، عندنا محاضرات نظرية لرفع المستوى شخصية المرأة نفسها، في عندنا في الموارد البشرية، في عندنا محاضرات بالفنون التشكيلية نفسها، في عندنا محاضرات في الخزف، في النحت، في الرسم، في الفنون التشكيلية المختلفة الثانية، وبرضو في عندنا تقنيات جديدة. كل ما شفنا تقنيات، في عندنا فنانة اسمها منى النزهة جايبة معاها تقنية جديدة، هي دخول إلى ساحة الديكور عن طريق اللوحات الفنية الضوئية. حلو. لوحة تشكيلية ضوئية تختلف عن اللوحات. هذا شيء جديد. هاي شيء. طب كلمينا، أكيد كان في أشياء جديدة كمان في المعرض أو لفتت انتباهك ونظرك، يعني فنانات استخدموا مختلف التقنيات في اللوحات، استخدام المواد اللي من البيئة وإدخالها في اللوحات، استخدام الطباعة، استخدام طبعا في كان عندنا خزف، كان عندنا نحت، فهذه كلها ينطبع على الناس اللي كانوا جايين، كانوا مبسوطين ويشوفون طبعا أنا لوحتي كانت إدخال الحديد في داخل اللوحة. حلو. طب ننتقل أستاذة زينات، كواحدة من الفنانات التشكيليات اللي في هذا المعرض، هل تتوقع أن اللوح والأشياء التشكيلية اللي شفتيها ممكن يعني أعطتك يعني حس ثاني تبدأ تنفذيه على لوحاتك القادمة بإذن الله؟ طبعا هي دائما دروس لنا، يعني بالضبط هذا الشيء اللي بعلمكم، ولا أنت يجيك إحساس خلاص أنا شفت شيء معين ليش ما أجربه في لوحتي؟ هاي بعد يعني شيء احنا نقدر يعني نقولها ان نستفيد من تجارب الاخوات، وما يستفيدوا مننا. مثلا انا اقول لها ليش انا سويت هاي الرسمه، شنو عندي، شنو الفكره اللي عندي، وهي بعد تقول لي نفس الشيء، فعندنا يعني تبادل. صحيح. تبادل معارف وخبرات وهالاشياء يعني بالضبط. بس يعني انا صراحه استفدت كثير يعني. حلو. دائما. وكيف كان تفاعل الناس يعني؟ التفاعل الناس والله كان جدا إقبال حلو. حلو. جو يعني، والكل كان يسأل ويعني شافوا أشياء جديدة يسألون، مثلا كان فنانين عندنا كانوا حاضرين. كانوا فنانين حاضرين من كل المناطق وكانوا يسألون أسئلة ويستفيدون. صحيح. يستفيدون منها، هاي يعني شيء صراحة الفنان دائما في التعليم، دائما يتعلم. صحيح. ودائما عنده تجديد في المعلومات. دائما مبسوط هابي. الحمد لله. صحيح. لانه عنده متنفس يطلع فيه الشيء، يفرغ فيه طاقه. فعلا يفرغ فيه طاقه حقيقي. بالضبط. بس ما يبغون نعلي صوتنا، خلونا نطلع فننا. طبعا. الفنانه زينات المهندس، شكرا لك نورتينا اليوم في سيدتي. اهلا وسهلا فيكم. والفنانه عصمت المهندس رئيسه جاليري الوان، نورتينا اليوم في سيدتي. شكرا شكرا لكم لاستضافتنا، فرصه سعيده شفناها. ولو نتمنى لك اسعد اكيد. شكرا لكم انتم. ان شاء الله. وكانت الله في معرضنا قائم ان شاء الله. بإذن الله. طبعا كان ختام مسك مشاهدينا. إلى هنا تكون انتهت فقرات سيدتي لليوم، نراكم غدا في نفس الموعد، دمتم بخير.